شريف اكرامي في اول دقيقه في مباراه انيمبا قرر ان انا هوري الانيمبا دول ان لا حارس المرمى اللي قصادكم ده اسد واسطوره وهلم الفرق بتاعكم. وسبحان الله يا اخي فرده الكوكب كله لما الكره بترجع للحارس ممكن يتلم عادي، بس عشان انت شريف اكرامي ما بيتلموش، مش هيتلموا دلوقتي، لا انت هتستلم الكره وتحطها قدام الفرود والفرود يسجلها. علشان خاطر اي حد يتكلم معاك قول له ان انا برفع على الجمهور، انا بوريهم السنه دي كل اخطاء حراسه المرمى كلها بتجمعها بيراميدز، ولا اي حد يقدر يقعدني على الدكه. قلتها لك قبل كده عزيزي، مفيش حد في بيراميدز يقدر يقعد شريف على الدكه، ده ماضي وباصم يا اسطى ان هو يلعب اساسي لحد. ادي علي جبر، علي جبر اللي كان واجه ايضا فريق انيمبا، ادي خطيره